السلام عليكم اخوان اخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين اينما كنتم يا رب العالمين. شو ما كيقول لك علاش كتخلي شعرك يبان؟ معليش، فالموضوع ديال لا تمشيش غادي نديروا له واحد البلبله تاع ماشي يهضر على محمد السادة ولا يهضر الزفير اقتصبوا ما يهضرش الناس ما بغيش يحشوا عارف شكون اللي كيدير يعني الفوضى هو اللي عارف ان الصوت ديالو ما يسمعش اما الا كان الصوت ديالك غادي تسمع محتاج تقولوا بالطريقه ديال كان اصل تقولوا بالطريقه ديال كون تقولوا بالطريقه ديال الاخر انا عارف كل الزفافي في الله يبارك وقالها ناصر الزفزافي قال علاش ما تفنتوش علاش ما تسنتوش لناصر الزفزافي؟ يا ابو لافي فيولي ابو لافي جونتي على الاخوان على بالدارجه قالهالكم بالادب هضر معاكم بالادب سوني اخ على الكلمات الله يجزيكم بالخير عصابه قالهالكم بالادب وليتو عصابه انتم عصابه علاش هو هضر هضر عليك المغرب ديمقراطية الا باسي كان عنده الحق يهضر الا باسي لي بو في فوبر تما ما عندوش الحق يهضر قال له لا 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 الشباب اخوان ناظر ايوا قول لي اعطينا الكلمه نسكتوا ما بغاش يعطيونا الميكرو استاذ هو دوز 8 شهور الحبس انا عطيلك وين ايسيو ما با كونفيرونس ايسي ديال السلام عليكم اسمح لي يا خويا بونسوار بونسوار اخويا الله يرضى عليك مسيو مسيو اي با بور لا زان لي زانتيغي دو روا qui a volé plus de milliards, monsieur, oui, je le respecte. S'il vous plaît, je vais vous demander juste de quitter les lieux, parce que, excusez-moi, il est 18h bientôt, excusez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes un ministre, normalement, vous avez le droit de parler de ça. Bonsoir. صراحة انا باغي نشعل يكون بحال هاد الجوج هادو اللي حنا انا واحد المره شفتهم تقريبا شي كما شهر يمكن المغاربه كانوا كي المهم قلب ما يدار مساكن ما عارفينش شوماج وبطاله وهادي فقلب واضح بداو كينبحوا بحال الكلاب هادي من جهه جهه اخرى واحد الاخ اللي سميتو انور اللي هو رئيس الجمعيه ديال الشباب المغربي في المنطقه في جبليكا يعني استدعاه طالما السيد كيمشى تمايا تلاقى معاه قلت واش تقدر تجي عندي فقريت فبقيت عارف واش هيسبريس دار واحد الفيديو في 8 دقائق كيشرح حتى هو الوقائع هو واحد انسان يعني ما عندوش علاقه لا هو مغربي يعتز بالرايه المغربيه اللي هي حمراء اللي دارها اليوطي كيعتز بالنشيد المغربي اللي اصلا حتى هو متحرف
بزاف ديال الحوايج. المهم هو مغربي بهذيك المغربيه اللي لقى، يعني من حل عيني في المغرب لقى ديك المغربيه. كنوجه تحيه هو قنيطري، حنا كنا مغاربه خويا. حاجه ثانيه عجبتني بزاف هو انه حاول يبين ان راه ما كانش واحد القلق والخوف من طرف عزيز النباح، بغيت نقول الدباح، بغى يبين ان زعما راه لا راه ما كاين والو، وهو زعما راه هو ما خافش، هو اصلا بغى يهرب في الاخر. قال لك اسيدي تصنط وجا باش يتصنط، تصنط ما عرفتش شو يقول لك. لا هو مغربي كيتعامل معاه، قال لك المشكل كسياسي، فالسياسه عندنا مع الشعب. وانت منين اخويا؟ انا باش عورت يا اخويا انور، انا بلاصتك ما نقولش لا هادشي بينو بين الشعب. وانت ماشي شعب، تترك شعب، انت شعب. هو جات ما بلا ما يتصنط الكراسه جاي يشوف الشعب ياك. فصراحه عجبوني فيه هاد الناس هادو. علاش هادو هما المغاربه الاحرار؟ ما لقاش كيفاش يدير، ما لقاش ديك الدرسه اللي مكري عليه، ما بقاتش. فولا كيدور في عينيه ولا يهضر بشويه. علاش؟ لان كوكا في المغرب كون راه نزلوا عليهم. وكيعجبوني واحد الناس، واحد القوم ديال اللي كيجي كيبقى يقول لك عفاك عفاك، ويدير لك هاي بوست راسك عفاك. اش دابا الا بغيت نقول شي حاجه نتقنع؟ اش فينا هما القوانين؟ القوانين راه تيكون الانسان المناسب في المكان المناسب. اش ما تخرجش على برا وحنا دابا حنا بينا نهضروا حبابي، نهضروا على انت عجبك الكوكب خسر ماشي السي دابا الهمزي اشنا هو اسير نطاش من خيرات انت تسمع السيد اش تيقول ولا كنت مركب اسير الشريف راه تنهضر واش بغيت تضربني بالتخلي ضرب ويا ايوا خليني نهضر على حقي انت تشوفوا المنكر وتسكتوا عليه ايوا شنا هو انتم ماشيين كل واحد كتب سير يا بو خلي ضرب ويا حنا راه كنا في جنب، واش اللي جاي يهضر على حقوق او تصرفوا فيه ويدير لك بنادم هاو كي اللي قرصك منه تصرفات ديال البهايم؟ ما عليناش خليوا هذا الموضوع. الموضوع اللي ثاني اثار الجدل بزاف هو البارح انا جيت للدار حتى كيبان لي واحد الاغنيه صراحه انا تصدمت فيها. واو لطيف رأفت وامي ايهاب امي كيعجبني الصوت ديال امي حيت الطريقه ديال النطق ديال الكلمات ديالو رفيعه جدا يعني كتعجبني. المهم احمد شوقي الى اخره الى اخره، اسم رشيد بلا ما نساها و سميتها بلا ما بقيتش عاقل. المهم هي وخوها عمر الله يعمرها دار كيعجبوني بزاف، ولكن ماشي هذا الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا قال لك اليوم العالمي لحقوق الطفل. والأغنية واش عيب الله القاصي في اسبانيا اكثر من اكثر اسبانيا ولات عرفتي انت اللي قلت شي واحد كنمثلو عشيني دمعو احمر واسبانيا عامره بالبلاد ديال طيب هربوا من المغرب وكلشي والنص فيهم تقريبا يا ربي تسمحنا في النار ماتوا. هل داز علي تران اللي داز المهم تران التريلر بغيت نقول هل اللي مات كدا هل اللي مات غارق هل اللي كان الحوت لا حول ولا قوة هل اللي مات محروق تحت الكاميو وتجيو بكل وقاحة وتكلموا على ما تبقاوش تهضروا على الأطفال في المغرب ما تهضروش على القاصرين في المغرب اللي عنده شي وليد راه كيربي فيه وبسبب السياسة المغربية ولا الدعارة ولاد الحرام ولاد كما كيقول لهم يا ربي تسمح لنا لقيت هنا ولقيت هنا ولقيت هنا شكون السبب مراد شي كامل
حيت ما كاينش، ما غاديش نقول لكم الشريعه الاسلاميه والدين، حنا كنعرفوا المغرب ماشي دوله اسلاميه، انا كنقولها ديما، ولكن اللي جاب لي التمام انك انت كتعرفني ولادنا كيموتوا بالكولا والسينيسيون في اسبانيا اكثر ما من المغرب، لان الدوله مدمره. وجيت تقول لي انت يا الاغنيه، انا كتكذب هنا على طول الله وعلى اللي كتب هذيك الكلمات، اللي كتب الكلمات ما عارفين عايش ماشي مغربي، ما نضرش يكون مغربي، غيكون شي واحد عايش في شي دوله اخرى، هادشي اللي كنظن انايا، غيكون عايش في شي دوله اخرى ولا كيضحك على واش غتستحمر المغاربه. المهم باش ما نطولش، انا غنخلي لكم واحد طفل مغربي اللي تا هو عطى العصير للجهاز الامن والحكومه والنظام والسياسه المغربيه، وغادي نقول لكم الله يعاون. وبعدوا على الدراري الصغار، بعدوا على الدراري الصغار. علاش خلينا عايشين بحال ما من ما رجع مغرب في اوروبا وذلك زعما مليك جينيرال يا ولد لك هادشي اللي خليتينا نديرو يلا حيت ليك وشور الضاعه يد ندير. Everybody fucking drunk.